Hello, everyone. This is Rehafulayman, an English teacher. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. Um, your presence and support. make me very excited actually so hi كيفكم معكم مصرة هاب سليمان معلمتكم للسنة هاي إن شاء الله بمادة الإنجليزية so بهذا الفيديو راح فرجيكم الدوسيه وكيف راح نشتغل عليها ومبدأ التدريس so هذا الفيديو بيناسب سواء إذا أنت كنت طالب عندي أو لا أهلا وسهلا فيك um, هذا الفيديو يعني أول شيء راح فرجيكم يعني يعني لسه الدوسية ما بتكون وصلتكم بس, بس رح فرجيكم ال... خلينا نحكي السحر تبعها وان شاء الله كيف طريقة تدريسي فيها يعني كل شغلة رح تكون ان شاء الله أفخم من الثانية و... وان شاء الله رح يكون عند حسن ظنكم وأكثر بإذن الله so, مثل ما شايفين الديزاين الجديد حبيت يكون لطلاب 2006 ديزاين خاص فيهم بفرق عن كل الأجيال السابقة أم أنا كثير تحمست يعني أنا صرت لما بدي اتحمس للتدريس بس بتطلع. اوكي؟ فان شاء الله انتو الدوسية تكون فعليا هي الدوسية اللي لما انتو هيك شوي طاقتكم تنزل ان شاء الله طاقتكم ما تنزل، بس يعني في ابس اند داون بالحياة. فلما تكونوا بالداون بس تطلعوا هيك على الدوسية تتحمسوا يرجع لكم حماس وتقوموا. فان شاء الله سو شو كم بدي احكي؟ في شغلة كتير طلاب بيبعتوا انه نحن ضعاف نحن ما تاسسنا منيح وانه خايفين انه ما يفهموا شيء بماده الانجلش فشوفوا اللي أحكي لكم بس قبل ما احكي لكم الكوت المقوله اللي موجوده على الدوسيه هي رح تجاوبكم بتحكي لكم is not بورن is اند العبقري لا يولد بل يتم تدريبه وتعليمه يعني اوكي مش ضروري انت تولد عبقري اوكي اذا انت مثلا ما تاسست بس انت معك هاي السنه سنه بنحكي نحن عن يعني لسه اذا انت بدك تبلش من اليوم او whatever متى متى بدك تبلش خلينا نحكي whenever so معك 365 يوم تمام وخمسة 365 يوم اسمعوا تعملوا العجايب هداك اليوم كان عندي فضول صراحة أعرف قدية عدد الطلاب اللي بتقدموا لامتحان التوجيهي بهاي الدورة طلاب 2005 يعني كل الطلاب اللي عم يتقدموا مع 2005 هم والأجيال السابقة ما بعرف صراحة إذا العدد صحيح أو لا ما عملت كتير بحث بس شفت هالرقم كان 700 ألف إنه معقول فإنه أنتم متخيلين أدي عدد الأجيال اللي راحت هل كلهم كانوا سفاحين بالانجلش هل كلهم كانوا عندهم اللغه الانجلش انها يعني سفاحه هل هل كانوا متقنين هل كانوا بدرسوا كل يوم انجلش لا ببساطه لا فمثل ما اللي قبلكم قدر انتم بتقدروا اكثر لسه لانه انتم عم تشوفوا التجارب اللي قبلكم فإنتوا قادرين فعلياً تعملوا المستحيل، بس إنه بدكم تدرسوا بطريقة صح، وبدكم ما تهملوا، في مقولة برضو رح جننكم فيها اللي هي success does not come to you you go to it النجاح ما بيجيك انت بتروح له فعليا اللي بده يجيب العلامة اللي بده يجيب المعدل المعدل ما رح يجيك فجأة ما في فجأة انا ما ادرس والاقي نتيجتي ناجح بمعدل 95 ما في هيك شيء انا بتعب بعمل اللي علي بتوكل على ربنا اهم شيء يكون يعني ربنا بدماغكم على طول متذكرينه متوكلين عليه هذا الشيء بيعطيكم طمأنينة بعرف طلعت عن كل الموضوع بس بليز ارتاحوا كل شيء رح يكون تمام والدليل على كلامي هلا هل ما شاء الله كل الأساتذة فيهم الخير والبركة وفعليا ما بيقصروا فعليا عم بتعبوا وأنا عم حاول كون مثلهم وإن شاء الله يا رب إني أكون يعني ما بدي أحكي أحسن بس كل واحد يعني على على تعبه فأنا بدي أحاول أتعب مثلهم وأكتر مشانكم فعلياً فالإشي اللي راح أعمله لإلكم إنه هلا كل بداية فصل تنزل حصة مجانية سواء إذا أنت طالب عندي أو لا إذا أنت طالب عندي راح تنزل لك أول حصة هي الاشتقاق إذا أنت مو طالب عندي راح نزلي لك حصة الاشتقاق على اليوتيوب تمام؟ ليه بدي انزل الاشتقاق؟ اكيد 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 سمعتوا كل الاجيال السابقه بيحكوا واو الاشتقاق شو صعب! كثير صعب! فأنا قلت كيف بدي اقنع الطالب إذا إنه كيف بدي اقنعك انت مثلا ضعيف، اوكي؟ او انت متوسط، او انت ممتاز، بس بدك توصل للعلامة. انتم كلكم كيف بدي اقنعكم انه انتم قادرين وزيادة؟ قلت بنزل أصعب حصة بالمادة اللي هم بيقولوا عنها صحيح هي مو صعبة وفعليا بيني وبينك ورقة الوزارة أنا بنزل لك هي الاشتقاق رح ينزل على حصتين الحصة الأولى رح تكون مجانية لكل الطلاب الحصة الثانية فقط لطلاب البطاقة لكن الشرح اللي رح أشرحه بأول حصة قادر يخليك تحل أي سؤال وزاري أما الشرح الفيديو الثاني هذا للحالات الشاذة هذا للفهم أكتر يعني، يعني بتعمق بالاشتقاق أكتر، بس أنا شوفوا شو بدي أحكي لكم، الحصة الأولى لحالها كفيلة بإنها تخليك تحل أسئلة وزارة مش عادية، فعلياً وأنا بتحداك، وبيني وبينك أنا أنا بشرح لك، أنت بتدرس وبتفهم وبتحفظ بنفس ما أنا بحكي لك، وبيني وبينك أسئلة الوزارة، تمام؟ ما حبيت أنزل الحصة المجانية تكون نص ما حبيت تكون قاعده لانه فعليا هدول يعني عادي قادرين عليهم انتوا بالاول ثانوي كنتوا بتدرسوا نصوص وقواعد لكن الاشتقاق ماده جديده عليكم فيس انتوا قادرين باذن الله سو مثل ما شفنا الكفر يلا خلينا ندخل بالماده هلا وفرجيكم الدوسيه من جوا تمام سو بدنا نبلش بالدوسيه طبعا اول صفحه فوق رح تكون هاي صفحه هيك حماسيه بس تكون معك الدوسيه قراءها امم نبلش بالفهرس أنا بآمن بوجود الفهرس لأنه بحس أي كتاب أو أي دوسية بدون فهرس الطالب لما يقعد يدور على درس بقعد يضل يشقلب هيك بالصفحات ف يعني هو بضل يدور وبتتمزع الدوسية لا خلينا موجودة الفهرس عنا هون طبعا عندكم بالفصل الأول الفروع الأكاديمية أربعة وحد الفروع المهنية عندهم وحدة وحدة فالفروع المهنية حتكون دوسيتكم فصل أول وثاني بس الفروع الأكاديمية رح تكون دوسيتين فعندكم الأربع وحدات عندكم هنا Unit 1 هون بتكون عناوين الدروس طبعا هون نصوص قواعد Unit 2 Unit 3 Unit 4 تمام؟ طبعا نحن ال الديريفيشن رح تكون أول حصة عليه اللي هو موجود هون ديريفيشنز هيو تمام؟ كل درس هو بأي صفحة بعدين هذا الجدول اللي هو الكلمات ضرورية المستخدمة في أسئلة القطع الوزارية بعتقد جننتكم فيه من وقت التأسيس ورح ضلني كل نص أحكي عنه وأضل أحكي عنه القطع ال الكلمات الكلمات الك ليه؟ لأنه هدول الكلمات شوفوا بقدي شي بيساعدوكم بيساعدوكم بحل النصوص بيساعدوكم بحل التفكير الناقد ال critical thinking بيساعدوكم بحل free writing تمام الكتابة الحرة بيساعدوكم بكتير مواضيع ففعليا هدول لازم تبسموهم وشو رأيكم إذا في حدا لسه ما جاب الدوسية أو هي مش عنده يبعث لي خليني أبعث له هذا الجدول مشان يبلش يتسلى عليه ويحفظه تمام؟ أوكي بعدين عنا هون مادة الحفظيات للفصل الأول مادة الحفظ أوكي الفصل الأول كامل يعني بغض النظر هاي مادة الحفظ للوحدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة لا كلها مرة واحدة هاي آه، بتضلها كلها مادة الحفظ أوكي فبعدين عنا آه خلينا نمشي هيك عشان أسرع بعد ما عنا هاي مادة الحفظ أهم شيء آه رح نبلش بأسئلة يلي هي أسئلة الأكتيفيتي بوك كثير بتسألوني عن الأكتيفيتي بوك هل الدوسية شاملة مسائل الأكتيفيتي بوك ولا ولا الستودنت بوك هاي الأسئلة اللي بتكون شاملة كل إشي فطلعوا نفس السؤال جايبيته أنا من الكتاب وحطيته وعن النمط القديم مش حطيت لك يضع دائرة بالأول بتتدرب عن نمط القديم اللي هو بيكون عندك كلمات فوق وانت بتعبيها بالفراغ بعدين بنصير ندرب على الضع دائري اما اذا دربنا على الضع دائري على طول انت بتركن على السهل من اول هلا بدنا نبلش بالدراسه العاديه وباي ذا واي انا راح ادرس رح أدرس آه على الطريقة اللي هي التقليدية يعني أوكي أسئلة القواعد ممكن تكون عندك ضع دا دائرة بس أنا رح أدربك كيف تحل الأسئلة كتابة فيكون هذا الشيء موجود ببالكم هاي طبعاً مع وجود أجوبتها بعدها بكون حاطة لكم أسئلة ضع دا دائرة على نفس الأسئلة اللي فوق يعني حاطة أسئلة كتاب وأسئلة ضع دا دائرة فعلياً أحسن من هيك ما في بس هدول الأسئلة آه، مو موجودة أجوبتهم ليش مو موجودة عشان هدول أنت بتختبر حالك فيهم طبعا بحلهم أنا مع الطلاب على البطاقة هاي بضلها كلها أسئلة الحفظيات للوحدة الأولى الثانية الثالثة يعني هو مثلا أسئلة الحفظيات ليونت فور للرابعة تمام هاي كلها أسئلة المعاني كلها كلها بعدين بنبلش بالنصوص اللي بيعرفوا او شافوا دوسياتي من قبل بيعرفوا انه انا ما بامن بمبدا انه القطعه موجوده بالانجلش وانا اترجمها تحت بالعربي بالعربي تقرا لي اياها قصه لا 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 ما عندي هذا الحكي بيكون عندك الدرس كامل النص مقسم الى اجزاء تمام كل جزء بيكون فوقيه جدول جدول المعاني بس تحفظ هاي المعاني بتكون انت قادر تترجم هذه الفقره لانه وقت الامتحان لا انا معك ولا الدوسيه معك عشان تقرا اللي بالعربي لا انت بدك تترجم من حالك تمام عندكم طبعا كل ضمير محدد رح يكون عندكم كلمات باللون الاحمر ايش هاي كلمات باللون الاحمر هاي الكلمات اهم عن الدرس هاي اللي بتكون باللون الاحمر يعني ما تطلع من الدرس غير وانت باسمها اوكي طبعا انت لما تكون حافظ الجدول الجدول هم موجودين بالجدول بس للتاكيد بعدها عندكم معاني الانجليش انجليش بعتقد من هلا معاني الانجليش انجليش رح تبلشوا انه حافظ انا معاني مش حافظ معاني وما الى ذلك لا شوفوا معي على موضوع المعاني الانجليش انجليش انا كل درس بكون حاطه فيه معاني الانجليش انجليش يعني ما بحطهم باخر الدوسيه بصفحتين ما بحطهم باخر الدروس صفحه هيك كلها مرشوقه رشه مرشوقة ولا مرشومه اللي هي كل المعاني ورا بعض تطلع على الصفحه تكتئب ما وتسكر الدوسيه وما تحفظ لا لا شوفوا كيف كل قطعه تحتها معانيها تطلع منها حافظهم يعني انت بخليك انا تحفظ شوي شوي وانت مو حاسس على حالك فبنيجي هون على النص الثاني هي معاني الانجليش انجليش موجودين طبعا عدد الاسئله رهيب اللي انا حاطه يعني هذا الدرس مثلا أدي سؤال حاطه عليه 24 24 سؤال وبنرجع الضمائر اجوبتها موجوده بتكون اخر الدرس، تمام؟ بعدين اجوبه الدرس، بعدين اسئله الكريتيكا ثينكينج اللي هو التفكير الناقد لحتى تدربوا عليهم. وهكذا آه الحلو بعد كل نص عندك امتحان وزاري، امتحان بالنص، يعني هذا النص يجي عليه امتحان بسنه 2019 2019 تمام؟ عليه وزاري، اوكي؟ وهكذا النص الاول الثاني تمام الثاني والثالث بعدين بنبلش اه استنوا لسه النصوص هون شوفوا كيف اه تعدينا هذا النص مثلا هاي النصوص كلها نفس المبدا هذا اخر نص بالوحده الاولى بعد ما نخلص يعني انا حاطه كل نصوص الوحده بعدين بنبلش بالقواعد تمام بنبلش هون بالقواعد رح تكون اول قاعده عندكم اللي هي تينسز التينسز حاطه انا شرح هون هو طبعا الشرح على البطاقة بيكون مفصل أكثر وحاطة كمية أسئلة رهيبة كمية أسئلة رهيبة مع أجوبتها تمام وإن شاء الله يعني بتكون أمورك تمام كمية أسئلة على كل زمن يعني على كل زمن ما يقارب 15 ل 25 سؤال أوكي بعد ما حطيت على كل زمن أسئلة رجعت حطيت أسئلة مخربطة على كل الأزمنة زي ما بدأ عمل ورقة العمل يعني هون شوفوا هاي أسئلة على كل الأزمنة صفحة صفحتين هاي ثلاث صفحات ما أجوبتها بعدين بنكمل على القاعدة الثانية وأسئلتها والثالثة طبعا أسئلة ضع دائرة على كل قاعدة وأسئلة ريرايت اللي هي قعد كتابة بدنا نتدرب على كل الأنماط تمام بعدين هيك بنضلنا على الأسئلة القواعد وكل القواعد نيجي هون مثلا هاي يونت 2 نفس المبدأ اوكي هي يونت 2 هذا اول درس فيها نفس المبدا اللي هي uh, جدول معاني نصوص انجلش انجلش ضمائر اسئله وهكذا هيك كل النصوص طلعوا الوحده الثانيه كل نص عليها سؤال وزاره لانه كلهم اجوا بالوزاره في دروس اجت وزاره في دروس ما اجت وزاره مثلا هون اول درس هيو عليه اسئله وزاره هون ب 2017 ب 2017 نيجي على الدرس الثاني اجى عليه مش كتير زمان هذا اه هون بس مش مكتوب التاريخ لانه مش دائما كل التواريخ موجوده عشان بتكون النصوص بال... بالنظام الجديد النص بيكون اخر الورقه طلعوا النص مثلا عليه 30 علامه هيو حطها حتى اجدد اسئله حطيتها يعني اجت باخر دورات وزاريه حطيتها هون مثلا هاي برضو عليها اسئله وزاره هذا قديه عليها اسئله وزاره 20 علامه تمام وهذا آخر درس بالوحدة الثانية برضو عليه أسئلة وزارة أدي عليها علامة النص الأول عليه 25 علامة تمام؟ فيس هيك أسئلة يعني أنت تطلع بيرفكت عارفين حارفين إن شاء الله إن شاء الله تطلع بيرفكت حتى في نصوص هاي النصوص احتياطية حطيتها أنا بنيجي بعدين هنا عندي القاعدة ونرجع مبدأ نفس المبدأ أو نفس النظام أسئلة ضع دائرة بعدين قاعد كتابة هنا unit ثري الوحدة الثالثة وعندي برضو أسئلة على على الدرس اللي هو درس أديب أوكي وهكذا الوحدة الثالثة بعدين بنروح على الوحدة الرابعة أوكي هي دخلنا بيونت فور الوحدة الرابعة ونفس المبدأ اللي هو نصوص عليها أسئلة أوكي عليها أسئلة هاي الوزاره مثلا بعدين هذا النص اوكي بعدين بنبلش آه بقاعده الوحده الرابعه اللي هي تكون اخر قاعده بالفصل الاول اوكي نفس المبدا اسئله عليها اوكي ريلايت ومالتل تشويس بعدين نيجي على ديفشنز اللي هو الاشتقاق اللي هي رح تكون اول حصه مجانيه للكل ورح تكون اول حصه بتنزل على البطاقه آم. طبعا انتو يعني هيك هلا الدوسية في كتير طلاب سالوني هل الدوسية بتشمل الشرح اكيد لا الدوسية اوكي انا حاطة فيها قصص بس مش مش شارح يعني ما في حدا بيحط شرحه لانه لو بدنا نحط الشرح بالدوسية كانت الدوسية صارت هالقد نكتب الشرح فما بزبط طبعا الاشتقاق شوفوا انصدموا من عدد الاسئلة اللي حطيتها عليه الاشتقاق شوفوا عدد الاسئلة هنا 59 سؤال يعني تقريبا 60 سؤال ورجعت حطيت كمان أسئلة تانية أدي عددها برضو 58 يعني تقريبا 120 سؤال تطلع من derivation شو يعني أنت بتطلع مسفح حرفيا من الاشتقاق يعني حال 120 سؤال بالدوسية ما بدك تحل الأربع أسئلة أو الخمس أسئلة اللي بالامتحان No way نيجي هون على الفري رايتنج طبعا الكل بيعرف انه الفري رايتنج اللي موجوده على الدوسيه بيختلف عن اللي انا بشرحه هذا اللي عدوسيه يعني اي طالب هذا نموذج نموذج جاهز لاي طالب لكن انا اللي بشرحه على البطاقه مختلف جدا 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 يعني بيختلف صراحه شرح عن هذا بعدين حتى انا هون مواضيع كتابه اللي هي على الفصل الاول لجميع الطلاب اي حدا بده يدرب هي عندك مواضيع كتابه وزاريه اجت بالوزاره بعدين الجايدد رايتنج اوعى حدا يحكي لكم جايدد رايتنج مش داخل كنت يعني حاكيها من قبل ال 2005 وبرجع احكيها ل 2006، جايد رايتنج اللي هي الكتابة الموجهة، إذا حدا حكى لكم محذوفة احكوا له أعطونا دليل، أعطونا كتاب رسمي من الوزارة بتحكي إنه الجايد رايتنج محذوفة، هم ليه بيحكوا محذوفة؟ لأنها ما إجت آخر دورتين وزاريات، نحن ما بنمشي مبدأ والله إجت وزارة بدرسها، ما إجت وزارة ما بدرسها، لا لا، الوزارة بتفاجئك وبتفاجئني قبلك، تمام؟ ف... ادرسوها لأنه ما في اي قرار صادر انه هي مش داخله معكم هي سهله جدا جدا برضه حاطه عليها انا امثله وزاريه اخر شيء هدول بعدين الافعال الغير منتظمه هدول نفسهم الموجودين بكتابكم تمام بس انا رجعت كتبتهم بطريقه اسهل للحفظ تمام كجروبات وبعد من هيك حطيت لكم أسئلة وزارة على الفصل الأول كامل لكن الأسئلة مش شاملة النصوص لأن النصوص أعطيتكم يعني بالبداية عليها أسئلة وزارة هي بتكون هاي الأسئلة شاملة الاشتقاق شاملة القواعد والمعاني يعني مثلا هذا امتحان إجا ب 9 واحد 2023 اللي هي امتحان طلاب 2004 تكميلي تمام 2004 تكميلي اللي كان بشهر واحد يعني قبل تقريبا ست شهور هيو آه انا حاطه نفس ما هو حاطة كل اسئله تضع دائره اللي هم 15 سؤال حاطه الدوره الوزاريه برضه التكميليه لل... للسنه الماضيه اوكي هاي دوره ثانيه وحاطة دوره ثالثه اللي هي لسنه 2021 تمام حطيتها هون فيس هاي هي يعني اسئله وزاره وهيك نحن بنكون خلصنا هيك الدوسيه هذا أه هو هيك الدوسية والشرح مثل ما حكيت لكم أول شيء رح بلش على البطاقة إن شاء الله بعدين على طول رح أبلش نصوص وحدة أولى بعدين قواعد تمام وإن شاء الله رح أمشي يعني بطريقة سريعة شوي بالمادة لحتى إنه الطالب اللي بده يبلش دراسة ينجز بده يستنى براحتكم تكون الحصص موجودة على البطاقة رح نزل خطة آه بداية يعني خطة دراسة بس مو هلا لانه انا بعتبر الطالب لازم يبلش دراسة من 15 سبعة او بواحد تمانية فانا ممكن انزل الخطة ب يعني ممكن الاسبوع الجاي 15 سبعة تمام لحتى اذا بدك تبلشها من 15 سبعة او من واحد تمانية هذا الشيء بيرجع لك هاي الخطة رح تكون خطة ختم مدتها آه ثلاث شهور مدتها ثلاث شهور بغض النظر انت متى بلشت تمام ثلاثة <تسلم> <تلتة> شهور الشهر الرابع بيكون عبارة عن مراجعة ف يس ذاتس ات وهيك بكون خلص الفيديو التعريفي تبعنا خلينا نختمه بهذا الكوت يلي بتحكي لنا to those chasing dreams never give up on them we are not quitters you hear me للذين يلاحقون بأحلامهم أو يطاردون وراء أحلامهم لا تستسلموا أنتم لستم بمهزومين أوكي okay? تسمعوني yes that's it um, طبعا your teacher your friend your sister رهف سليمان انا فعليا رح اكون معكم ان شاء الله باذن الله خطوه بخطوه بهاي السنه شغله بسيطه هي سامحوني عليها اذا انا ما ما برد على المسجات دايركت اذا في حدا بيبعت لي مسج او استفسار فعليا انا بحاول اجاوب الكل سواء طلابي او لا أه, بس لما تبعت مسج ما بزبط انه ارد عليك دايركت بنفس الوقت ممكن اذا انا قدرت لكن إذا ما رديت عليك خلال يوم ابعت نقطة لأنه ممكن أشوف المسج وما أنتبه أو ما أعرف أرد بنفس الوقت وبس هيك بتكون خلصت خلص الفيديو تبعنا لليوم Thank you for listening Bye bye